لا هو العدد لا يهم، العدد لا يهم، لأنه كان من المفروض أن تسألوا ما هي المهام التي ستقوم بها هذه الهيئة، وتسألون أيضا عن قدرة هذه اللجنة في إيصال الرسالة التي نريدها من خلال تشكيلها. أما العدد قد يرتفع أو ينخفض، ولكن كونوا على يقين بأنه مهما كان عددها كبيرا أو قليلا ستؤدي عملها كاملا غير منقوص. وفي هذا الإطار استسمحكم بأن أرفع تحية خاصة لكل مناضلين في القواعد النضالية في القسمات والمحافظات، ونؤكد لهم بأننا على استعداد تام للسير معا للوصول إلى هذا المؤتمر في أحسن الظروف.